الحمد لله كنا متوحشين في هذه المهرجانات وهذه المواسم هذه 3 سنين وحنا متوحشين ومشوقين ودابا الحمد لله تيسرت الامور فرحانين وزيد فرحانين بزاف وكنشكروا الناس المسؤولين جلاله الملك محمد السادس والشركه المغربيه لتشجيع الفراش وشكرا شكرا بزاف ونطلبوا على الله الخير لقدام ما نبقاوش شويه ديال العنايه وشويه ديال الانسان يقلب في هذا الفراس وصاحب الفراس باش يكون تشجيع وحنا عاود نتشجعوا بزاف بزاف. ثلاثه سنوات تنفقدي من الخيل لان على حسب ذاك المرض اللي عطانا الله، ولكن حنايا مشاركين في اقصائيات ديال دار السلام وكنتمناو التوفيق للجميع ولين كتشي مسلم وكنتمنى الله يبدل علينا هاد الحاله هادي والخير. راه كتعرف الحاله الخير راه بحال اللي عندك 10 العائلات ولا 15 كتعاني بها، تقدر يكون العود مريض وتسبق العود على ولدك، واخا يكون مريض ولدك تسبقه هو على العود، العود تسبقوه على الولد. العافيه شاع علينا في الموت، حنا مبليين ماشي فينا مو بوكو ولا ها حنا شرينا العود صافي بغينا غير نشريو العود. انا عندي الاب الجد الاول والثاني وهذا اللي عندي انا الثالث، مقدم مات ولا بلاصتو الوالد ديالي، ولا عاوتاني مات الوالد ديالي الله يرحمه وليت بلاصتو انا، وكنتمناو له هي سلسله غاديه وصافي راه لا قريبه من الديبار. بالبليه اللي مبليين هذا الشيء هذا التراث بو عن جد انت محافظين على الفراس مبليين ومحافظين على الخيل ديالنا، وهذا الشيء ما عندنا ما نديرو، هذا الشيء واجب علينا. كنتي كتشوف غير في التلفازه ولا في التليفون كتشوف البار ديالك كيفاش كنتي كتحس؟ كنتشوق وكنقولوا توحشنا هذا الشيء، هذا التشويق هذا توحشنا هذه المواسم وهاد الركبه وهاد التورات وبنادم كيتجمع وكيتشاف. دابا شحال ديال الناس هاد الماي الخيط اللي 3 سنين ما تشافونا بيناتنا، حاسين بواحد الفرحه. كان عندنا واحد شويه ديال النقص الحمد لله، ولكن الحمد لله دابا كنطلبوا ربي يهز علينا هذا الوباء وحاسين بواحد الفرح واحد النشاط، وكنطلبوا ان شاء الله تبدل الوقت وتكون مزيانه ان شاء الله وحنا بخير الحمد لله. صبرنا في هاد 3 سنين وصبرنا وعلى الجميع ماشي غير حنا، كلنا صبرنا الحمد لله وكل شيء غيفوت وكل شيء غيدوز بالسلامه والعافيه وحنا تحت الامر ديال سيدنا الله ينصرو. جماعه عين شقف اقليم مولاي يعقوب، والحمد لله ملي جات هاد المباراه الجهويه كنا متوحشين البارود، والحمد لله دابا ولات المجرى المياه ديالها، ونطلبوا الله السلامه وتكون الامور دوز على احسن ما يرام. وتنشكروا الناس المسؤولين على هاد المبادره اللي داروا، تنحسب واحد الفرحه وهاد الخيل اللي كانوا حتى هما واحد المده هما غير مربوطين وداك الشيء، وتا الخيل توحشوا البارود والناس توحشوا البارود والجمهور توحش البارود والناس المسؤولين توحشوا البارود، ونطلبوا الله السلامه وتكون الامور دوز على احسن ما يرام. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.